مدارس دار المعارف الخاصة ترحب بكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي. النهاردة معانا درس سهل جدا وجميل اسمه أخلاق المصري القديم مكتوبة على الأحجار. يلا مع بعض نقرأ الدرس. أخلاق المصري القديم مكتوبة على الأحجار. لم أكذب، لم أسرق، لم أملأ قلبي كرها، لم أسيء معاملة الناس، لم أسبب ألما لأحد، لم أكن سببا في دموع إنسان، لم أكن سببا في شقاء حيوان، لم أعذب نباتا بأن نسيت أن أسقيه ماء، أطعمت الجائع ورويت العطشان وكسوت العريان، لم ألوث ماء النيل، ملأت قلبي بالحق والعدل. درسنا اليوم يا أصدقائي بيتكلم عن أخلاق المصري القديم، المصريين القدماء اللي بنوا الأهرامات الفراعنة كان دايما أخلاقهم جميلة. من أساس الأخلاق عندهم عدم الكذب، عدم السرقة، عدم كره الناس، وعدم الإساءة في المعاملة للآخرين، وعدم أن يكون الإنسان سبب في ألم لأحد أو يكون سبب في دموع إنسان، يعني يؤذيه أو يسيء إليه ويخليه يزعل. أيضا وعدم أن يكون سبب في شقاء حيوان، ما ينفعش نعذب قطة أو كلب أو أي حيوان، وأيضا ما ينفعش نعذب نبات. طب إزاي أعذب النبات؟ إني ما أسقهوش مية، تمام، لأن النبات لو ما سقاش مية هيموت. وكانوا كمان بيشجعوا على إطعام الجائع، يعني أي حد جعان بنأكله، ولو أحد عطشان مثلا بإيه بنشربه. وكسوت العريان، يعني لو مثلا فقير مش معاه هدوم وأنا معايا مثلا هدوم فايضة عندي أديله إيه يلبس. وأهم حاجة عدم تلويث ماء نهر النيل، لأن ماء نهر النيل احنا عارفين هو سبب من أسباب الحياة، ربنا سبحانه وتعالى جعله سبب. بنشرب طبعا ماء عذب يعني صالح للشرب، وبنسقي منه الحيوان والنبات والإنسان. وأهم حاجة أيضا في أخلاق المصري القديم أن يملأ قلبه بالحق والعدل، يعني ما يظلمش حد ويكون حقاني، تمام، ما يكرهش حد على فعل أشياء غير جيدة. معاني مفردات الكلمة والمعنى. كره معناه حقد، أسيء معناه أفعل فعل سيء، ألم معناه وجع، شقاء معناه تعب، أسقيه معناه أرويه، العطشان معناه الظمآن، كسوت معناه ألبست، ألوث معناه أفسد. الكلمة مضادها يعني عكسها. أملأ ضده أفرغ، أسيء ضده أحسن، ألم ضده راحة، شقاء ضده سعادة، رويت ضده أظمأت، ولوث ضده أطهر، الحق ضده الباطل، العدل ضده الظلم. الأسئلة: أذكر بعض صفات المصري القديم. مين فاكر يا أصدقائي معايا؟ لا يكذب، لا يملأ قلبه كرها، لا يسرق، لا يسيء معاملة الناس. كيف يعامل المصري أخاه؟ يعامله إزاي؟ لا يسبب ألما لأحد ولا يكون سبب في دموع إنسان. هل يعذب المصري القديم الحيوان؟ ينفع عذب حيوان؟ لم يكن سببا في شقاء حيوان. كيف يعامل المصري النبات؟ يرعاه ويسقيه الماء. ماذا يفعل المصري مع الجائع والعطشان؟ يطعم الجائع ويسقي العطشان. ما واجبنا نحو ماء النيل؟ مفروض نعمل ايه؟ واجبنا ألا نلوثه، طبعا لازم نحافظ عليه. بما يمتلئ قلب المصري القديم؟ يمتلئ بالحق والعدل. تدريبات: اختر مما بين القوسين. 1- المصري القديم لم نقط يقرأ ولا يكذب ولا يفهم؟ يكذب. 2- المصري القديم لم يسيء معاملة نقط مين؟ الناس ولا الكتب ولا المدرسة؟ الناس. 3- لم يسبب المصري نقط ألما ولا فرحا ولا لعبا؟ ألما. 4- كان المصري نقط الجائع، يعذب ولا يكسو ولا يطعم؟ يطعم. 5- نقط لا نقط المصري ماء النيل، لا ايه؟
يلوث ولا يحافظ ولا يعظم؟ يلوث. إن في الجمل الآتية مستخدمة لم، هنا يا أصدقائي أسلوب جديد معانا اسمه أسلوب النفي، يعني مش هعمل الحاجة دي. مثلا واحد يسجل اللاعب الهدف، أنا عايزة أنفي أسلوب دلوقتي الجملة دي، أنفيها إزاي؟ بقول لم يسجل اللاعب الهدف، أنفي يعني أقول هو ما عملش كده. بمنتهى البساطة بحط لم قبل الجملة. يأكل الطفل كل طعامه، أقول لم يأكل الطفل كل طعامه. ثلاثة تمطر السماء، لم تمطر السماء، يبقى أسلوب النفي بعمل إيه؟ قدام الجملة بحط أداة النفي اللي هي لم. نموذج وصف حدث، ظهرت نتيجة امتحانات آخر العام ونجح أخي وحصل على المركز الأول على المحافظة في الشهادة الإعدادية، فأقامت المحافظة احتفالا لتكريم الأوائل وذهبت الأسرة إلى الحفل، وهناك شاهدنا أصدقاء أخي يرتدون الثياب الجديدة، وكانت القاعة تمتلئ بالشرائط والبالونات واللافتات اللامعة، وصعد المحافظ على منصة المسرح وألقى كلمة على الحاضرين وصفق الجميع ووزعت الجوائز وشهادات التقدير، ثم جاء موعد الختام فأقبل الجميع على تناول أطباق الحلوى الشهية ذات الروائح اللذيذة، وهنأ الجميع بعضهم وعدنا إلى البيت مسرورين. هذا نموذج وصف حدث. أول حاجة وصف صوت، 2 وصف طعام، 3 وصف مشاعر، 4 وصف رائحة، 5 وصف مكان. أول حاجة وصف صوت، إيه في الفقرة يا أصدقائي كان فيه صوت؟ يا ترى أنا إيه صوت باخده مثلا، إيه الجملة اللي بتعبر عن وصف صوت؟ صفق الجميع، سقف كده معايا، سمعت صوت؟ بالظبط ده وصف صوت. وصف طعام يعني بصف أكل جميل زي إيه؟ أطباق الحلوى الشهية اللذيذة، تمام؟ طبعا ده طعام، أنا بصف كده أكل حلوى. 3 وصف مشاعر، إحساس يعني مثلا زي الحب الكره كده يعني. عدنا إلى البيت مسرورين يعني فرحانين مبسوطين. 4 وصف رائحة، إيه بقى الكلمة أو الجملة اللي بتدل في الفقرة على الرائحة؟ أطباق الحلوى الشهية ذات الروائح اللذيذة، شاطرين. 5 وصف مكان، المكان ده فين أصله؟ كانت القاعة تمتلئ بالشرائط والبالونات. وإلى اللقاء يا حبايبي.